السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أعزائي التلاميذ، الخميس 25 من يونيو 2020، نتابع أنشطتنا الداعمة في مكون الاستماع والتحدث وحكاية، من يذكرني بعنوان الحكاية؟ نعم، حكاية ديكو القرية. إذن أولا ستقومون أنتم بسرد مقاطع الحكاية كما تعودنا دائما بأسلوبكم الخاص واستعمال التلوينات الصوتية المناسبة والتعابير الجسدية مستعينين بمشاهد الحكاية. والآن بعد أن قمتم بسرد مقاطع الحكاية، سوف نحاول تذكر خريطة الحكاية مع بعضنا. إذن كما قلنا، عنوان الحكاية هو ديك القرية، شخصيات الحكاية الديك الصغير، الديك الكبير، أهل القرية، شيخ القرية، ثم مكان الحكاية القرية الخم، الزمان كل صباح، في الغد، طوال الليل، باكرا، في المساء، منذ ذلك اليوم. وبالنسبة لأحداث الحكاية، لم يعد يقوى على أنا أقوم مقامك، مستيقظة، سامحوني، لم يتأخر، إلى غير ذلك من الأحداث التي تعرفنا عليها في الحصة السابقة. كنت قد طلبت منكم أن تصلوا مقاطع الحكاية بالجمل التي تبتدئ بها. إذن سوف نقوم بالتصحيح. أولا مقطع البداية، ما الجملة التي يبتدئ بها مقطع البداية؟ نعم أعزائي الصغار، كان لأهل القرية ديك نشيط. نعم، التحول، الجملة التي يبتدئ بها مقطع التحول. نعم، ما هي؟ وحين رأى الديك الصغير أباه. المشكل، الجملة التي يبتدئ بها مقطع المشكل. عاد الديك الصغير مزهوا بنفسه. نعم، الحل. قال شيخ القرية: ما زلت صغيرا أيها الديك الصغير. النهاية: ظل الديك يصيح. نعم، الآن نتعرف بنية السردية. قلنا البداية، جملة التي تبتدئ بها كان لأهل القرية ديك النشيط، إلى يقوى على الصياح. مقطع التحول كما قمنا بالتصحيح يبتدئ ب وحين رأى الديك الصغير أباه، إلى مثل أبيه. المشكل، من عاد الديك الصغير مزهوا بنفسه، إلى لن يتكرر هذا الأمر. الحل، من قال شيخ القرية: ما زلت صغيرا أيها الديك، إلى نعم كوكو كوكو صوت الصياح. النهاية، من ظل الديك الصغير يصيح وهو سعيد بالقيام بعمله. نعم، الآن أعزائي التلاميذ، سوف تقومون يومي السبت والأحد، أي في نهاية الأسبوع، بإنجاز التمارين الموجودة في كراسة أنشطة الداعمة صفحة 14 و15، لأنه هي استثمار لنص دي كل قرية. أولا أنجز، أتعرف عناصر الحكاية أي خريطة الحكاية، تذكروها، ثم أملأ الفراغات بما يناسب. الديك الصغير، منذ ذلك اليوم، الخم، إذا لدي هنا مكان، سوف أختار العبارة هنا التي تدل على المكان. الزمان نفس الشيء. الشخصيات، نعم. ثم بالنسبة للأحداث، أرتب الأحداث في مكانها. يتأخر، أقوم مستيقظا، يقوى منهم. سأضع هذه الكلمة في الفراغ الموجود هنا. لم يعد، أتمم الجملة، أنا
فرى مقامك بقي يعتذر يشكرونه لم فراغ. سؤال ثاني في الصفحة نفس الصفحة، أنجز بنية السرد للحكاية، أكمل بما يناسب ثم أربط بين المقطع والجملة المناسبة. الديك نام ديك، إذن هذه الكلمات سوف أضعها في هذا الفراغ، بعد ذلك سأصل المقطع بالجملة المناسبة، هذه أو هذه أو هذه. ننتقل الآن لصفحة 15، ثالثا أنجز، أكتب جملا مختلطة. مقطع حل المشكل، تذكروا المقطع ثم سنعوض هذه الصورة بالكلمة المناسبة هنا، نفس الشيء للصورة الثانية. نام باكرا وقبل بزوغ الفجر كان واقفا على، لاحظوا معي هذا المكان ماذا أسميه، صغيرة، النهاية، نهاية الحكاية. ظل الديك الصغير، أملأ الفراغ هنا كيف ظل، و يخرجون إلى أعمالهم. وأخيرا أكمل الرسم بإضافة منظر طبيعي لقرية، لدي هنا ديك، سوف أتمم الرسم بإضافة منظر طبيعي يعني الأشجار، نباتات، إلى غير ذلك. وكما قلت لكم سابقا أعزائي التلاميذ، نعتمد على أنفسنا أثناء الإنجاز، نقرأ التعليمات قراءة جيدة حتى نفهمها ثم ننجز، وكما قلت ننجز هذه التمارين يومي السبت والأحد. وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم، وإلى اللقاء في حصة أخرى أعزائي الصغار، شكرا على حسن تتبعكم.